എല്ലാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനിക്കുന്നു.
محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم اجعلنا ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته وبركته. والحمد لله رب العالمين. بحرمة هذا النبي الكريم وأصحابه الصالحين لنبينا نجيه القبيل، اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته، واستر بألسنتنا في مدحه ونصرته ضاحينا مستمسكين بطاعته ومحبته، وأبدنا على سنته وجماعته. اللهم إنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا به يوم يستشفي به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم، فأفض علينا ببركته لباس العز والتكريم، وأسقنا بجباره في دار النعيم، ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء، كلنا معينا ومسعفا، وقربهنا من الجنة غرفا، وارزقنا بجاهه قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار، كفر عنا الذنوب والأوزار، واحفظنا من جميع المعارف والأخطار، واجمع بيننا وبينه في دار القرار، وتقبل منا ما قدمناه من سير أعمالنا في الإعلان والإصرار، وارحمنا برحمتك واغفر لنا بمعرفتك إنك أنت الغفور الغفار. يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رسول الله.